السيد المسيح. ففي عندنا في الحد الأول كان شفاء المفلوج المدلة من السقف، الحد اللي فات كان إخراج شيطان من إنسان كان أعمى وأخرس، فلما خرج الشيطان الإنسان ده اتكلم وشاف. الحد النهاردة اختارت الكنيسة معجزة إقامة ابن أرملة مدينة نايين. في الحقيقة الأناجيل ذكرت السيد المسيح أقام عدد من الأموات، الأناجيل ذكرت ثلاث حالات: إقامة ابنة ييروس، وإقامة ابن أرملة نايين، وأخيرا إقامة لعازر. والنهاردة في حادثة أو معجزة إقامة ابن أرملة نايين كنا عاوزين نتكلم عن نقطتين. النقطة الأولانية اللقاء بين موكب الحياة وموكب الموت. السيد المسيح عندما اقترب إلى مدينة نايين ذهب معه تلاميذه وجمع كثير، وعندما اقترب إلى المدينة كان هناك جمع آخر خارج من هذه المدينة يحمل ميت. عشان كده الإنجيل بيقول وكانت أرملة وكان معها جمع كثير من المدينة. تقابل الجمعين أو الموكبين، موكب يحمل ميت يحمل رائحة الموت أو حكم الموت، وموكب آخر معه مصدر الحياة، لأن السيد المسيح هو الحياة، أنا هو الطريق والحق والحياة، وانتصرت الحياة على الموت. السيد المسيح قال كده: جئت لتكون لهم حياة وليكون له أفضل. وما هي الحياة وما هو الموت؟ الحياة هي الله، الحياة هي المسيح. اتحاد الإنسان بالله أو اقتراب الإنسان من الله مصدر حياته، هو ده معنى الحياة بالنسبة للكنيسة. والموت هو الانفصال عن الله، ده مفهوم الموت بالنسبة للكنيسة. عشان كده القديس بولس الرسول يقول وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا. الذنوب والخطية تفصلنا عن مصدر الحياة فنصير أمواتا. وهكذا تكلم الله في سفر الرؤيا وقال عن أحد ملائكة الكنائس أن عارف أعمالك أن لك اسم، إنك حي وأنت ميت. حي بالنسبة للناس ولكن ميت بالنسبة لي أنا. وانتصرت الحياة على الموت، وأقام السيد المسيح هذا الميت لأنه هو الذي خرج غالبا ولكي يغلب، كما قال سفر الرؤيا هذا هو الفرس الذي خرج الأبيض الذي معه القوس، خرج غالبا ولكي يغلب. وستظل الحياة تنتصر على الموت، وهيظل النور يبدد الظلمة يلغيها، بس بشرط واحد. إيه هو؟ أن الإنسان بإرادته الحرة يختار أن يسلك في النور، فالله ما بيجبرش الإنسان أنه يمشي في الطريق، الله بيشاور على الطريق ويترك الإنسان حرا يمشي فيه أو ما يمشيش. هو ده الشرط الوحيد، إن الإنسان بإرادته الحرة يختار أنه يسلك في الطريق. فدايما تتعارض أو عادة تتعارض إرادة الله مع إرادة الإنسان. الله يريد للإنسان الحياة ولكن مع الأسف عادة يختار الإنسان الموت. الله يريد أن يسلك الإنسان في النور ولكن مع الأسف الإنسان عادة بيحب يمشي في الظلمة. عشان كده زمان في العهد القديم قال لهم كده: قد وضعت أمامك البركة واللعنة، الحياة والموت، فاختار الحياة لكي تحيا أنت ونسلك. طيب يا رب لما بيختارش الحياة هو حر، أنا خرقت الإنسان حرا يختار الطريق اللي هو يمشي فيه.
لكن احنا متأكدين وواثقين ان الحياة دائما تنتصر على الموت. إذن دي النقطة الأولى أو اللقاء الأول، لقاء بموكب عظيم بيمشي وسطه مصدر الحياة وموكب آخر يحمل الموت. اللقاء الثاني في هذه المعجزة لقاء بين العريس والأرملة. مين هو العريس؟ العريس هو السيد المسيح. يوحنا المعمدان قال عنه كده: من له العروس فهو العريس، وأما صديق العريس الذي يقف ويسمعه فيخرج فرحا من أجل فيفرح فرحا من أجل صوت العريس. هو ده العريس. والسيد المسيح نفسه قال كده لما جه تلاميذ الفريسيين يسألوه: هو تلاميذك ما بيصوموش ليه؟ فهو نفسه قال لهم كده، قال لهم: هل يستطيع بنو العرس أن يصوموا والعريس معهم؟ ما دام العريس معهم لا يستطيعون أن يصوموا. إذن العريس هو مين؟ السيد المسيح. وهو نفسه ادنا مثل العشر عذار، خمسة حكيمات وخمسة جاهلات، وشبه نفسه في هذا المثل بالعريس، وشبه البشرية بالعذارة. ولذلك القديس بولس الرسول يقول كده في رسالته الثانية لأهل كورنثوس: فإني أغار عليكم غيرة الله، لأني خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. مين العذراء العفيفة؟ كل نفس بشرية. والقديس بولس الرسول عاوز إيه؟ عاوز كل نفس بشرية تتحد بعريسها الحقيقي فتصير له، تقترب منه، تقدم كل الحب لي. طيب ده بالنسبة للعريس. طيب والأرملة؟ الأرملة رمزيا تمثل البشرية التي فقدت علاقتها بالله فصارت حزينة ضعيفة ملهاش حد، فتشعر بالترمل. يعني عندها هذا الشعور بتاع شعور الأرملة، شعور الضعف، شعور انه ما فيش حد حواليها، ما فيش حد يسندها، هتفضل حزينة طول حياتها. فالأرملة في هذه المعجزة تمثل البشرية التي بخطيئتها فقدت علاقتها بالله. الله مات جواها، هو موجود لكن هي مش قادرة تشوفه. الخطية منعها ان هي تشوفه، منعها انها تتمتع بيه، تتمتع بحبه، تتمتع بنعمته، تتمتع بسلامه. مش قادرة تشوف ده. هي دي الأرملة في هذا المثل، في هذه المعجزة. إذن اللقاء الثاني كان لقاء بين العريس اللي هو السيد المسيح، وشفنا زي السيد المسيح ازاي احد القابه هو العريس، والأرملة التي تمثل البشرية الحزينة لفقدان علاقتها بالله. طيب وبعدين لما جه العريس وقابل هذه الأرملة، بدد الحزن وأقام ابنها الميت. مين ابنها الميت رمزيا؟ كل نفس بشرية. ما دي أبناء البشرية، مش دول أبناء البشر أو أبناء البشرية؟ دول نتيجة الخطية كانوا كلهم أموات، فكانت البشرية حزينة على أولادها البعيدين عن الله اللي ميتين بالذنوب والخطايا، فأقامهم الله من بيت الأموات. بدد الحزن وصار الجميع فرحا في هذا اليوم. يبقى احنا عندنا النهاردة لقاءين، لقاءين بين موكب الحياة وموكب الموت، ولقاء تاني بين العريس الحقيقي وبين الأرملة التي تمثل البشرية الحزينة. أخيرا لما رآها الرب، ودي الآية اللي موجودة في المعجزة النهاردة، فلما رآها الرب تحنن عليها وقال لها: لا تبكي. عايزين نفهم هذه الآية رمزيا. لما رأى الرب هذه البشرية الساقطة الحزينة اللي ملهاش رجاء، اللي فقدت كل أمل في أنها تعيش حياة سعيدة، لحبه ليها ولإشفاقه عليها، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد
لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة أبدية. لما رأى هذه البشرية الساقطة الحزينة تحنن عليها من أجل حبه ليها، قال لها لا تبكي، مسح دموعها وبدت حزنها بالصليب بالفداء. ده كان الطريقة الوحيدة، كان البذل هو الطريقة والموت هو الطريقة الوحيدة لفداء الإنسان. والسبب البذل ده إيه؟ وليه يا رب عملت ده كله؟ لأنه بحب الإنسان، بحب كل واحد باسمه، كل واحد بشخصيته بنفسه، كل واحد له قصة حب معايا. بس يا ترى هو كمان بيحبني زي ما أنا بحبه؟ هو ده السؤال. في يوم من الأيام كان في الأعياد جابوا يعني ودوا أحد الأباء الأقباط ومعاه أب كاهن بروستانتي علشان يعزوا الناس في العيد يعني ويديهم هدايا في السجن. راحوا السجن فقابلوا المسجونين المسيحيين ووزعوا لهم هدايا. وبعدين الكاهن أخونا الكاهن البروستانتي ده قام يقول كلمة كده، يعني أب الكاهن القبطي كان من الأباء المشهورين، فبيقول إن أنا قلت الله، طب أنا أقدر أوعظ برضه. وبعدين قال الكاهن القبطي بيقول هو الأبونا ده قال كلمة مهمة للناس، راح لكل واحد من المسجونين وقال له إيه؟ المسيح جه وفداك عشانك، جه مات واتصلب وقام عشانك، وقال الجملة دي لكل واحد، لكل واحد. عاوز يقول إيه؟ يا جماعة لازم يكون في علاقة شخصية، لازم يكون في إحساس شخصي بيني وبينه، لازم أكون متأكد هو قام وجه عشاني وعلشان اللي جنبي وعلشان اللي جنبي. بس أنا ليه قصة مخصوصة معاه، ليه علاقة خاصة بي. أيوة جه عشاني بشكل شخصي بشكل مباشر، فلازم يكون في علاقة شخصية، علاقة مباشرة. هو بيقول لكل واحد فينا النهاردة لا تبكي، لأنه كل واحد فينا فقد بشكل جزئي علاقته بالله بالخطية وبيجددها بالتوبة، لكن محتاج دايما يسمع الكلمة دي لا تبكي، لسه فيه أمل، لسه أنا قادر أن أقوم الميت من بين الأموات مهما مضى عليه، حتى لو مضى عليه 4 أيام أقدر أقومه من بين الأموات. ودايما لما تسمعوا كلمة الموت في الإنجيل، مش الموت معناها انفصال الإنسان عن العالم، الموت هو انفصال الإنسان عن الله، هو ده الموت الذي يحزن قلب الله، هو ده الموت اللي يقصده السيد المسيح في كلامه. لكن الموت الجسدي ده ملوش قيمة خلاص بعد فداء المسيح وقيامته، خلاص انتهى. أين غلبتك يا موت وأين شوكتك يا هوي؟ فناخد بالنا. فلما رآها الرب تحنن عليها وقال لها لا تبكي. دي آية لكل واحد فينا، مش بس للأرملة المكلومة، لا دي كلمة لكل واحد فينا بشكل شخصي. إذن النهاردة خدنا لقاءين، لقاء بين موكب الحياة وموكب الموت، ولقاء بين العريس والبشرية، الذي يقول العريس يقول لكل نفس لا تبكي. ليه؟ لأنه بيحبها وبيفضل يحبها، وحبه ما بيقلش ليها مهما خطاياها كترت. هو بيحزن عليها لكن عمر محبه بيقل ليها أبدا. ربنا يبارك فيكم ويحافظ عليكم ويعطينا أن نعيش هذا الحب مع الله بشكل شخصي، ولأن المجد دائما أبديا. أمين.